بس ساعات الرأي الباقي رايحه في اتجاه ترامب ما عدا سي ان ان وبعض الصحف الاخرى. بتتم ازاي الحكايه دي؟ انا هقول لحضرتك حكايه من واقع القصه. المره اللي فاتت كان انا وصلت قبل الانتخابات قبل المناظره الثالثه اللي كانت عن السياسات الخارجيه اللي هي جت بين اوباما وميت رومني. ففي لجنه في اللي بيعملوا لنا كده زي توجيه في الحزب الجمهوري يقول لك ايه اللي بيحصل يعني. فقعدت مع الراجل المسؤول بتاع التنظيم ده، فراجل لطيف جدا، قال لك انتوا فاحنا مبهورين بفكره المناظرات زي ما احنا عمالين نناقش كده. فقال مناظرات ايه؟ هو حد بيتفرج على المناظرات دي؟ وبالذات بتاعت العلاقات الخارجيه ولا الناس مهتمه بماتش شيكاغو؟ انا شخصيا ما بتفرجش. انا عندي على الارض في اوهايو معركه انتخابيه على الاصوات هناك، هي دي اللي انا شغال عليها. ما حدش بيتفرج على المناظرات دي، ولو اتفرجوا ما بيكملوش ثلث ساعه وبيقلبوا على حاجه ثانيه. ده راجل جمهوري بيشتغل مع الجراس روتس بيقولوا عليهم اللي هم القواعد الانتخابيه. فهو المناظرات دي زي ما الدكتور قال بيتم تصديرها لينا، يعني مساله انه بيتم تصديرها لينا. الواقع انه حضرتك هتجيب اصوات فين؟ في ال 11 ولايه المتارجحه، حتى مش في كل الولايات المتحده، في 11 ولايه متارجحه منهم اثنين على القمه اللي هم اوهايو وفلوريدا. هو ده الموضوع يعني. وتلاقي حتى ترامب شغل عليهم، يعني الشغل عليهم. ترامب موجود طول الوقت بيتنقل بين اوهايو وفي عليهم، ذكر مرتين ثلاثه بيخاطب ناخبين هناك، انه بيذكر ولاد بالاسم. هي لان هم دول الموضوع. الباقي كله لو حضرتك لما هندخل في تفاصيل المساله الباقي كله شبه محسوم. هو المساله في 11 ولايه منهم اثنين على القمه. وكمان هو المساله ان احنا المناظرات كان لما اتعملت منها قبل الاعلام، يعني قبل ما تنتقل الى هذا الزخم الاعلامي، هي اصلا المناظرات ابتدت قبل ما يبقى فيه تلفزيون. اتعملت في 1868 عشان الناس تروح تسمع المرشحين اللي هم ما يعرفوش عنهم حاجه ولا اذاعه ولا كلام من. فابتدت من هنا فكره المناظرات. طبعا هي مكمله معاهم لان الفكره حلوه وجذابه، وفي تذاكر بتتباع وناس تقعد في الاول، ويعني قصص بقى لطيفه تتحكي. يعني هيلاري عايزه تجيب الراجل المنافس ترامب في النادي بتاع في النادي ضده، فانا هجيب عشيق مش عارف ايه. قصص لطيفه كده، فده زخم حلو يعني. انما في النهايه هي الهدف مخاطبه الاصوات المتارجحه. الاصوات المتارجحه دي اللي بيأيد ترامب بيأيد ترامب خلاص، اللي بيأيد هيلاري بيأيد هيلاري. يعني ده ما يغيرش بتاع امبارح، يغير في المتارجح. اصوات عائمه يا استاذ احمد. اصوات عائمه ممكن تتغير في المناظره الثانيه. المناظره الثانيه تغير الاصوات العائمه دي نسبه كبيره وكتله تصويتيه كامله.